تحولت أروقة وجدران معهد الفنون الجميلة للبنين إلى واحات تحمل في طياتها حب المكان والانتماء في المهرجان السنوي الذي تضمن منهاجاً حافلاً بنتاجات الطلبة خلال مشوارهم الدراسي وهم يصنعون الجمال والإبداع. هاي التظاهرة السنوية اللي تتخلل كل معاهد الفنون الجميلة اللي هي إنتاج الطلبة. طبعا هذا الانتاج يكون خلال العام الدراسي الى نهايته، وعاده ما يكون لطلاب الصف الخامس، لكن احنا نطعمه من باقي النتاجات من المراحل الاخرى حتى يبين نتاج ونشاط العمل لكل المعهد. طبعا كل هذه الاعمال هي نتاجات لطلبه لمدار العام، على اعتبار ان الطالب بالمعهد الفنون يتعلم اساسيات لكل فن على مستوى التشكيل وعلى مستوى الخط وعلى مستوى التصميم، وهذه جهود ذاتيه للطلبه. انا شفتهم كثير يشتغلون حتى خارج اوقات الدوام الرسمي لحبهم لعملهم الفن. طبعا احنا هم نرجو من المؤسسات الاخرى دعم هذا النشاطات الفنيه، لان الفن هو واجهه للمجتمع وتقدر مدى تطور المجتمع بتطور فنونه. تنوعت الأعمال ما بين الخط والزخرفة والتصميم والأعمال اليدوية والرسم لتعبر عما يمتلكه الطلبة من مواهب فنية متميزة. أنا أحب الخط وأتمرن، أحب أتمرن، وسقلت هذه الموهبة بفضل أساتذتي أستاذ علاء كامل وأستاذ عماد، وشاركت بهذا اليوم بالمهرجان أكثر من لوحة، وهذه اللوحة من ضمن شغل لهذا العام. شاركت في لوحتين، لوحة تحتوي على 3 نصوص قرآنية من ضمنها البسملة الكشيدة خط الثلث ونصين قرآنيين خط الديوان جلي. تعلمنا هواي أمور المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من ضمنها خط الكوفي الهندسي، خط الرقعة، خط الإجازة، خط التعليق، خط الديواني. بالنسبة للوحات التصميم تحتاج إلى ألوان وتحتاج إلى سكيتش كبداية، نعتبر الأساس، وهذا السكيتش يحتاج التلوين ويحتاج اليد العاملة والإتقان شلون منقول في العمل، لأن اللوحة تحتاج الألوان، وهاي الألوان لازم الفنان شلون منقول يرتبها مكان المناسب. المهرجان يعد أحد أبرز الروافد التي تلقي الضوء على المخرجات الفنية الطلابية، فضلاً عن التشجيع والتحفيز على الإبداع في مجال الفنون التشكيلية. من محافظة واسط لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.